هلا بعد شغل 3 سنين في الشركة هاي اكتشفت انه يعني اوكي في ممكن الراتب كويس، لكن انا مش طموحي اظل موظف في شركة. انا طموحي كأحمد ناصر انه يكون عندي شركة خاصة فيها. ففي 2015، بداية 2015 حدثت النقلة النوعية في حياتي، قررت انه اتجه لمسار اخر في العمل، هو مسار العمل المستقل او العمل الحر فريلانس، يعني تقريبا من بداية 2015. يعني هل كنت قبل اشتغل فريلانس؟ نعم كنت اشتغل فريلانس، بس ما انتقلت لمجال الفريلانس الا لما صار شغلي في الفريلانس اقوى من شغلي كموظف في شركة. فاذا انت موظف في شركة ما تنتقل مباشرة، انك تروح تشتغل اذا انت موظف في شركة ما تنتقل مباشرة انك تروح تشتغل فريلانس، يعني تترك شغلك كموظف تروح تشتغل كفريلانس، الا عندما تمتلك القدرة انك تترك الشغل الاساسي اللي عندك. فعشان هيك اذا لاحظت في كتابي اللي هو كيف تكسب 10,000 دولار اثناء تعلم البرمجة، انا بحكي لك جرب فقط يوم واحد غير مهنتك، وجرب يصير اليوم زيدهم يومين. تمام اوكي نكمل الان. ف بعدها قررت انه اشتغل في البيت، فتحت المكتب، عفوا مكتب صغير عندي في غرفة متواضعة في البيت، وبلشت اشتغل في البيت. طبعا اول شيء عملته جبت خط انترنت سريع، ثاني شيء جبت مايكروفون انه اقدر عشان اسجل مثلا دورات، لما اعمل اجتماعات يكون صوتي واضح، فكان هاي اول شيء عملته. وكمان الكرسي، ما كان عندي كرسي مريح، جبت كرسي مريح عشان ارتاح. فانا بدعوكم انه لما بدك تستثمر انك تشتغل في 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 شغلك في الانترنت، استثمر في المكان، يعني استثمر في نفسك في وقتك، وايضا استثمر في المكان اللي بدك تشتغل فيه. استثمر في المكان لانه انت ما بتقدر تشتغل في مكان غير مريح. يعني اهم شيء انك تشتغل، لما تشتغل اشتغل في مكان مريح يدعمك. واذا جبت كرسي مريح دفعت شوي زياده فيه ما تتردد، بالعكس هذا اللي قدام بينفعك. يعني انا الكرسي جبته في 2015 ايوه موجود عندي. فهاي الاشياء ما 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 بتخسرها. بدك خط انترنت، يعني عشان تشتغل عمل حر فقط بدك خط انترنت، ما بيلزمك الا خط انترنت وجهاز كمبيوتر فقط، وبتقدر تشتغل في البيت وتطلع فلوس احسن من احسن موظف.